السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غندير عليه معكم بقلاوه المبرومه. انا عندي هنا المقادير اللي غندير فيها. عندي هنا 300 غرام ديال اليوز، قشرته ونقيته من القشور ديالو وقليته، هكذا 300 غرام ديال اليوز. عندي هاد الورقه اللي غندير فيها ورقة الفينو، وعندي الزبدة البندق اللي درتها. غتاخدو الزبدة غديروها في شي كاسرونة باش ندوب، غتخليوها تطيب كل مرة تحركوها باش ما تحرقش، المهم غتخليوها حتى يمشي ليها هذيك الكشكوشة ديالها، كدير الكشكوشة بالفوق حتى تمشي ليها كاملة، كتولي هكذا كتجي فيها واحد المذاق رائع، زبدة البندق. وعندي هنا القرفة، غندير معلقة ديال معلقة كبيرة ديال القرفة. وعندي روح الزهر أو روح الفاني. وعندي العسل، أنا كندير العسل في البقلاوة، مكنديرش القطر، عندي كندير هاد العسل. وعندي هاد اما ديرو عود، او انا عندي ما متوفرش عندي العود، عود ديال شي هكذا شي عود ما متوفرش عندي، هذا ديال الشوا، هذا القاضي. صافي دابا غنطحن اللوز وغنبدا في التحضير، تبقاو معايا. الاول غنطحن اللوز، دابا غنزيد القرفه، راني طحنت اللوز، شوفوا غنزيد عليه معلقة كبيرة ديال القرفة. تسمح صافي زدت معلقة ديال القرفة، دابا غنزيد معلقة ديال الفانيل، روح الفانيل هكذا، غير المذاق ومشي عليه شوية المذاق. صافي غنخلط هاد العناصر كلها هكذا غير باليدين، صافي العناصر ديالنا انسجمات. دابا غنخدم، غنختم الورقة وغنخدم. غنبقي هاد البلاصة عاد غنسرح الورقة. دابا غنوريكم كيفاش كنختم. كناخد الورقة، كنجيب الزبدة، كندهن كامل هاد الورقة بحال هكذا، وكنجيب اللوز كندير هكذا، كندير درعه من تما من هاد الوجه، كندير واحد هكذا، كندير الدردر بحال هكذا، كنجيب هاد القضيب كنلويه كامل بحال هيدا، وكنجيبو كندخل هكذا، كنديرو بحال الستائر، بحال كديري الستائر. شوف انا نزلت من قبل، وكتحيدي هكذا، كتحيدي القضيب غير بشويه، كديريه مع في الصينيه ديال الفرن. شوفوا هذا، راني غنكمل صافي. غنوريكم عاود مره اخرى، كنجيب الزبدات البندق،
كنجيب اللوز كنلوي طريقة سهلة، ماشي شي حاجة صعيبة أو معقدة أو صافي. نكملو على هاد الطريقة حتى تكمل لينا المقادير اللي عندنا، ونديرو عليها من الفوق الزبدة اللي كانت شايطة لينا وندخلوها للفرن. شفتو كندخلوها هكذا بحال الستائر هكذا. صافي ان شاء الله غنتلاقى معكم حتى نخرجها من الفران، غنصب عليها ونقطعوها. سمحوا لي غنجيب ملي غنكملوا كامل المقادير اللي عندنا غنجيبوا الموس ونقطعوها، نقطعوها على حسب نتوما الاطراف اللي بغيتوا، صغيره صغارين او كبارين كامل نقطعوهم ونديروا عليهم الزبده كامله، زبده البندق اللي طيبناها من قبل، وندخلوها للفران حتى تحمر من الفوق. البقلاوه ديالي البنات هي صافي طابت، ودرت ليها العسل ودرت عليها شويه د اللوز من الفوق. هذاك اختياري، يمكن ديري اللوز او كاوكاو او ديري بيستاج او اللي متوفر عندك. شوفوا كيفاش كتجي، كتجي لذيذه ومقرمشه ومشربه العسل. نتمنى ان شاء الله البنات عجبلكم، نتمنى ان شاء الله ديروا لايك ديروا اشتراك، ونخليكم على خير حتى مره اخرى ان شاء الله، حتى فيديو اخر ان شاء الله. يلا بسلام عليكم.